لأول مرة احتفل بالأسبوع الدولي للعلم والسلام في عام 1986 بوصفه جزء من الاحتفال بالسنة الدولية للسلام، ونظمت فعاليات ذلك الأسبوع، وسعى المنظمون إلى تشجيع أكبر مشاركة دولية ممكنة في تلك المناسبة، وتأسيساً على نجاحها استمروا في بذل جهودهم في السنوات التي تلت. إدراكاً لقيمة الاحتفال السنوي بالمناسبة في كانون الأول ديسمبر 1988، أعلن الأسبوع الدولي للعلم والسلام الذي ينظم في كل سنة خلال الأسبوع الذي يحل فيه يوم 11 من تشرين الثاني يناير. الاحتفال بالأسبوع الدولي للعلم والسلام ساهم مساهمة هامة في تعزيز السلام، فالأسبوع يشجع على تبادل أكاديمي أعظم في موضوع الأهمية العالمية، وفي نفس الوقت زيادة أعظم في الوعي بالعلاقة بين العلم والسلام في أذهان الجميع. لبرنامج صباح الخير يا عراق، هدي جمال العراقية.